طيب، وهذا سؤالك أنت يعني إيه الحالة والوضعية في مصر اليوم إزاء النبوات بتاعت إشعياء؟ بالظبط هنوصل لحد فين؟ احنا هنفضل محتلين من العدو ده ولا هنتحرر؟ هنوصل لحد فين؟ طيب هنوصل لحد فين أبونا؟ خليك معايا يا ميكو. طبعا احنا قلنا ان العدو دهوت هو الارهاب، والارهاب دهوت في كل العالم، وده عمل مشترك لكل العالم ان هم يحطوا ايديهم في ايدين بعض يتخلصوا منه. الحاجة الجميلة في سفر اشعياء زي ما حضرتك ذكرت ميكو ان هو بيتكلم على بركة الارض مصر، ويقول لانهم يصرخون الى الرب بسبب المضايقين فيرسل لهم مخلصا ومحاميا وينقذهم، يعرف الرب في مصر ويعرف المصريين الرب في ذلك اليوم. ف يعني في نبوات كتيره جميله ومفرحه وتعزينا، لكن احنا لازم نسلك بحكمه وبتدقيق ونمشي حسب ارشادات الروح، ارشاد الروح القدس وارشاد الكنيسه ممثله في قداسه البابا، اللي هو يعني قال لنا نتعامل مع الامور بكل حكمه وهدوء ومحبه، لأن الكنيسة هي كنيسة صلاة مش كنيسة أي حاجة تاني. فإحنا كمؤمنين نرفع إيدينا لفوق ونقول له يا رب شعبك وكنيستك، ونقول له يا رب ارحم، ونقول له يا رب تحنن. فإحنا عينينا لفوق مش عينينا لأي حد تاني إن هو يخلص. والمعزي دوت هو الروح القدس والمحامي اللي هو هينقذ، والمخلص هو رب المجد. فلازم المسيح هيجي مش بس لمصر، لكل العالم من خلال المحبة. أخ ميكو، ممكن أوجه لك السؤال مرة تانية، شو سبب سؤالك يعني في هذا الموضوع؟ قرأت سفر أشعياء ولقيته بيتكلم عن أوضاع مستقبلية في مصر، ولقيت نصرة. الوضع مش هيستمر كده، الوضع مش هيستمر كده، لقيت فيه نصرة لشعب مصر، في توقع بان احنا هننتصر في الاخر. قريت اللي يقرا سفر اشعياء يحس بالتفاؤل. ان احنا مهما عملوا معانا ومهما ضربوا فينا فاحنا المنتصرين. امين.